السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. رمضان بيقرب، رمضان هيبقى مختلف تماما هذا العام، فكل سنة وأنتم طيبين. طبعا مش هيبقى في تجمعات رمضان، مش كده؟ أنا سمعت إن في مصر في حظر تجوال بيبدأ الساعة 7، فطبعا كده مش هينفع يعني تروح تفطر عند حد، لأنك لو رحت تفطر عند حد وأنت راجع هيكون الحظر بدأ، فمش هتعرف ترجع بيتكم إلا بقى لو تبات عنده وتصلوا جماعة العشاء والتراويح وكده وترجع بقى بيتكم تاني يوم. أنا بسجل لكم الكلمة دي عشان بس أحكي لكم على حاجة أول مرة أعرفها هنا في ولاية أريزونا اللي أنا عايش فيها من سنين. يمكن أنا كنت قبل كده في ولاية إنديانا، وقبل كده كنت بشتغل في مكان اسمه بيميدجي، ده على حدود كندا في ولاية مينيسولا. المهم يعني كل السنين دي وعمري ما عرفت المعلومة اللي هقولها لكم دلوقتي، ويا شباب لو حد بيسمعني من أمريكا لو عارفها يقول لي إن هو كان يعرفها. وأنا بسأل بقى الشباب في مصر مثلا والبلاد العربية طبعا كلها، هل عندنا نفس الشيء في بلادنا؟ ولو لا، ليه ما تتعملش الفكرة دي؟ الفكرة ببساطة هي إن طبعا بمناسبة بقى الحظر اللي احنا فيه وإن احنا قاعدين في بيوتنا، طبعا هنا رسميا في أريزونا مفيش حظر تجوال اللي هو الكيرفيو، لكن الناس عاملة عزل بنفسها، يعني الناس بتحاول بقدر الإمكان إنها تقعد في بيوتها ما تخرجش إلا للضرورة. أنا شخصيا أنا وزوجتي وابني علي اللي انتوا طبعا عارفينه أكيد، احنا ما بنخرجش من البيت إلا في حالة واحدة فقط لا غير، ده بقالنا أسابيع على هذا الوضع. ايه هي الحالة دي؟ لما بنكون محتاجين نشتري الاكل والشرب بتاعنا. في الحالة دي لازم بنضطر بقى ان احنا ننزل، بنروح مكان اسمه سبراوتس، ده جنب البيت مش بعيد، يعني هي بصراحة كل الاماكن تقريبا عاملة زي كده، ايه كارفور، عاملة زي عندنا زهران في اسكندرية. طبعا الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بيتي في زيزينيا اللي هي جنب سان ستيفانو على طول، وحواليا بقى يعني في مترو، في ورايا زهران، في بعيد شوية كده 5 دقايق ماشي في فتح الله. المكان محاط الحقيقة بأماكن كلها جميلة، فنفس الفكرة هنا. طبعا قدامي جامع يحيى المعروف، طبعا الشباب لو من اسكندرية يعرفوه. اللي أنا عايز أقوله إن كل شيء متاح، وحتى في جنب جامع يحيى في محل أنا ناسي اسمه دلوقت، صاحب واحد اسمه أستاذ محمد تقريبا، ده عنده ولاد صغيرين بيشتغلوا، عنده شباب كده تين ايجرز، لو انت محتاج حاجة بالتليفون الو استاذ محمد هات لنا الحاجة. في منطقة الإذاعة ومنطقة بكوس والأماكن دي كلها فيها محلات جميلة. أتذكر كان في محل اسمه البركة، كنا ساعات نشتري منه بقى يعني بيتزا وحاجات كده. اللي أنا عايز أقوله لكم إن أنا بفتقد ده جدا هنا في أمريكا حقيقة، فكرة إن أنا بالتليفون الو استاذ محمد انا عايز كذا 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 ويجيبه لي لحد باب البيت. كل حاجه سهله في بلادنا حقيقه، وانا ما عنديش اي مشكله واحنا في مصر، لكن المشكله هنا لو انا محتاج صندوق ميه لازم اركب العربيه واروح اشتري صندوق الميه. تخيلوا لو هتحتاج تشتري كيلو طماطم لازم تركب العربيه وتروح تشتري، فكره المحل دي الدكان اللي جنب بيتك مش موجوده. فانا اكتشفت بقى مؤخرا بقالي تقريبا اسبوع، وشوف انا بقالي سنين هنا واول مره اعرف سبحان الله، ان في ويب سايت اسمه انستا كارت، ده الويب سايت يا شباب، وعنده مجموعه من الستورز المتاجر اللي بقى زي زهران وكارفور والحاجات دي. هنا دي الستورز اللي عنده اللي منها مثلا سامس كلاب، في كوستكو ده نفس الشيء، في بقى محلات تانية انا دايما بروح اشتري منها اللي هو سبراوتس مثلا، اركب العربيه واروح اشتري الحاجه. والله لو عايز كيلو رز لازم تركب العربية وتروح بالعربية، هو مش بعيد بالعربية مش بعيد، لكن لازم تروح بالعربية. فرايز ده برضو من الأماكن اللي دايما بشتري منها. اللي أنا حابب أقوله بقى إن اكتشفت إن الانستا كارت ده بتعمل فيه اشتراك شهري تقريبا يعني $10، وممكن تدفع اشتراك سنوي يكون أرخص شوية. وعندك هنا الكارت بتطلب الحاجة نفس فكرة المحل اللي جنب جامع يحيى بتاع أستاذ محمد، نفس الفكرة هنا بقى. فأنا مبسوط جدا وقلت لازم أقول لكم على هذه التجربة، إن أنا خلاص اشتريت حبة أشياء اخترتها، وكمان الدليفري ببلاش، لو أنت عايز طبعا تديله حاجة بتديله. طب فكرة البقشيش هنا عادي جدا وبيحبوها وبيشجعوا عليها حتى هنا.
غير بلد زي اليابان مثلا. في اليابان ممنوع اصلا ان انت تدي بقشيش لاي حد، فبرضه لازم نعرف الكالتشر بتاعت كل بلد. انا سعيد جدا بهذه التجربة، شفتوا بقى ميزة الكورونا. كورونا خلتنا نعرف حاجات، اهو اضطرينا نسأل ايه الطريقة يا شباب، ادونا ريكومنديشنز ايه الحاجة اللي احنا ممكن نشتري من خلالها واحنا قاعدين في البيت. انا حبيت اشارككم هذه التجربة العظيمة بالنسبة لي، عشان تعرفوا ان في بلادكم انتم في نعمة. في مصر مثلا، وبما اني مصري دايما ادي المثال على بلدي، ان انتم في نعمة كبيرة، ان انت بالتليفون تطلب كل اللي انت عايزه وبدون اي مشاكل وفي اي وقت. الحمد لله اخيرا اكتشفت هذا الاختراع العظيم ده، بالنسبة لي اعجاز والله العظيم. ده اللي انا حبيت اقوله لكم، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. خلونا دايما نتفائل لآخر لحظة، إن شاء الله نكون متفائلين. المهم، من روائع الإمام الشافعي، أنا هنهي هذا الفيديو اللي بيقول في هذه الأبيات العظيمة: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. والله ده من أجمل الأبيات اللي أنا بحبها. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. شكرا لكم، هذا هو. لا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.